بداية يعني ماكرون يريد احتواء هذه الأزمة ويقول أنه لديه ثقة بتابون، هل فعلا سينجح بحسب رأيك؟ مساء الخير أستاذ بليغ. أعتقد بأن ماكرون يعرف كيف يعزف على الوتر الحساس عند الجزائريين. هو مرة يقصف ومرة يقول بأن له علاقة متينة مع الرئيس عبد المجيد تبون، وبالتالي هذه الأزمة سوف تمر إلى أبعد تقدير أسبوع أو أسبوعين. لكن هو ماكرون لا يعرف بأن العسكر الجزائري الذي يحكم الجزائر هو الذي يتبنى السياسات والمواقف الدبلوماسية للجزائر، سيما بالسياسة الخارجية. وبالتالي أعتقد بأن العسكر الآن هو الذي يدير هذه العملية، وينظر إلى ماكرون بأنه عدو للشعب الجزائري. وأعتقد بأن ماكرون جانب الحقيقة عندما قال بأنها لم تكن أمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي، وعلى الرئيس الفرنسي هنا أن يعود للتاريخ وأن يدرس جيدا المفاهيم التاريخية والتاريخانية للدول دول شمال إفريقيا. وبالتالي أعتقد هذا المساء الأمور ستتطور أكثر. ذلك أن نائب رئيس مجلس البرلمان الجزائري طالب بسن قانون يتحدث عن تجريم الاستعمار الفرنسي، ونحن نعلم بأنه قبل 16 سنة عملت فرنسا على سن قانون آخر وهو يتعلق بتمجيد الاستعمار الفرنسي. فستلاحظ أن هذا المد والجزر يتقابل عندما تكون هناك موعد للانتخابات التشريعية أو انتخابات البرلمانية، خصوصا أن ماكرون مقبل على الانتخابات في شهر أبريل نيسان من 2022. وبالتالي هو يحاول أن يستميل اليمين الفرنسي من أجل الضغط على الشارع للتصويت عليه مرة أخرى، لأنه يختار الورقة المناسبة ويعي جيدا بأن العسكر الجزائري هو تربية فرنسية بالأساس، وبالتالي فرنسا تفهم جيدا كل واحد من العسكر الجزائري. نعم. وماذا يحمل من ثنيات. نعم، السؤال يعني إلى أين تتجه الجزائر بشكل عام، يعني بعد أزمتها وتوتر العلاقات مع جارتها المغرب، الآن توتر العلاقات مع فرنسا، إلى أين تتجه الجزائر مع هذه الاستراتيجية التي وصفها بعض المراقبون بنوع من الانعزالية في الفترة الأخيرة؟ الاستراتيجية هي استراتيجية النعامة. النعامة عندما تخاف تدس رأسها في الرمل وتضع وتترك جسدها واضحا للعيان. وبالتالي الجزائر الآن عندما قالت بقطع العلاقات مع المغرب، وعندما قالت بمنع التحليق الطيران المغربي على أجوائها، وكذلك الطيران الفرنسي، هي تعرف جيدا بأنها تعد العدة في تندوف وتعد مطار العسكري وتمده بأعتى العتاد العسكري من طائرات ودبابات إلى غير ذلك من الأسلحة، وهي لا تريد أن تكشف ما يمكن أن تختزله هذه المنطقة. الجزائر الآن تحاول أن تنفس عن نفسها من المشاكل الداخلية، وتحاول أن تقول للمجتمع الجزائري الداخلي بأنها تدافع عن الجزائر من الخارج حتى تحميها من الداخل، وهي لا تدرك جيدا بأن الجزائر الآن من الداخل هي منهوكة اقتصاديا واجتماعيا، وبالتالي لا مناص للحكومة الجزائرية بالرجوع إلى الشارع الجزائري وتثبيت الحراك من حتى لا تكون له قائمة. وكذلك أشير بأن هناك مجموعة من العسكريين الموجودين في السجون الجزائرية، بالتالي أن العسكر يحاول أن يضغط من الداخل على الثورة على الحراك الجزائري، ويقول للمجتمع الخارجي بأن الجزائر مظلومة وتتلقى عداءات المغرب أو من فرنسا أو غير من الدول الأخرى. الصحفي زميل سعيد العفاسي، شكرا لك على تواجدك معنا في هذه المداخلة.